عايزه اروح للحدث المهم النهارده وهو تسليم درع الدوري للنادي الاهلي وحفل تتويج الاهلي كمان بالبطوله، واللي هيكون بعد مباراه جورماهيا الكيني في حضور جماهير الاهلي باستاد القاهره. النهارده كمان هتتابعوا تغطيه خاصه لتتويج الاهلي على مدار اليوم باذن الله في قناه اون تايم سبورتس، وهتقوم رابطه الانديه المحترفه النهارده بتسليم درع دوري الموسم الماضي للنادي الاهلي النهارده باذن الله بعد مواجهه جورماهيا الكيني في استاد القاهره. واعلنت رابطه الانديه ان الاهلي هيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الصمم في انجلترا عقب المباراه. من جانبها كمان اعلنت الشركه المتحده للرياضه تنظيم احتفاليه لتسليم درع بطوله الدوري المصري للنادي الاهلي، وحفل غنائي كبير جدا والعاب ناريه، ودي كمان من المفاجات المميزه المنتظره للجماهير والمشاهدين اللي اكيد ليها ترتيبات كبيره جدا من جانب الشركه المتحده للرياضه. الحقيقه هو امر جيد جدا ان بطل الدوري يتم تسليمه الدرع في احتفاليه كبيره، وده بيحصل في كل الدوريات الكبيره. شفناها الموسم اللي فات في ايطاليا مع انتر ميلان ومع مانشستر سيتي في انجلترا ومع باريس كمان في ملعب بارك دي برانس. وعملية احتفالية تسليم درع الدوري من جانب الشركة المتحدة للرياضة هي جزء مهم جدا من خدمات رياضية مميزة بتقدمها الشركة بشكل مستمر في الحقيقة، وشكل إيجابي جدا وشكل محترم جدا، كلها أمور إيجابية. وسواء الموسم اللي جاي بطل الدوري كان الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو أي نادي تاني، أفتكر أن التقليد الرائع بإقامة احتفالية لتسليم درع الدوري في شكله الجديد هتكون حاجة مبهرة جدا للجماهير المصرية.